دي حبوب منع الحمل. مين اللي جابها هنا؟ أنا. يعني أنت بتاخدي الحبوب دي عشان ما تخلفيش مني؟ أيوه. وليك عين تنطقيها يا فجرة؟ أنت اتجننت! أنا كنت مجنون، بس دلوقتي عقلت. فأنا سعد ليل مش عايزة تخلفي مني؟ ليه؟ مش قد المقام ولا مشمش؟ هي حصلت مني هنا يا انت ايه اللي دخلك دلوقتي؟ انا قايل للسكرتيره ما تدخلش حد. ايه ده يا سعد بيه؟ انت بتعيط؟ وما عيطش ليه؟ مش بني ادم وليها احاسيس ومشاعر؟ ايوه طب ايه السبب؟ انت مالك؟ دي حاجه تخصني انا. انا ما اقصدش، انا اسف يا سعد بيه، بعد اذنك. استنى. انا محتاج اتكلم مع حد. مش هلاقي اقرب منك عشان افضفض لك. اقعد يا طارق. مالك يا سعد؟ انا اتصدمت صدمة عمري النهارده يا طارق. خير؟ ايه اللي حصل؟ رشا مراتي اكتشفت انها بتاخد حبوب منع الحمل. وده اللي مزعلك قوي؟ ده مش مزعلني، ده قاهرني. وعلى ايه كل ده؟ ما كل العرايس الجداد بيلجأوا للحل ده عشان ما يخلفوش. بس انا ما طلبتش منها كده، بالعكس ده انا عمال الح عليها عشان نخلف. يعني هي عملت كده من غير ما تقولك؟ تخيل، تخيل بعد كل اللي عملته عشانها مش عايزه تخلف مني؟ ايوه يمكن عملت كده عشان خايفه على جمالها ولا على رشاقتها. ما هم مضروبين بالنغمه دي اليومين دول يا سعد. كنت تقول لي ما تسيبنيش كده دماغي تودي وتجيب. ده انا بدات افكر ان انا عقيم. انا شايف ان انت عندك حق تزعل. هي كانت لازم تقول لك قبل ما تعمل كده. بس انا رايي سعد انك تقعد معاها، يمكن يكون عندها اسباب منطقيه. انا طردتها. طردتها؟ ما قدرتش امسك اعصابي، الصدمه كانت جامده قوي. طارق يا انت كده صعبت المساله قوي يا صاحبي. خايف يكون جوازي منها كان غلطة حندم عليها طول العمر. أيوه هذا. أنت حاسس بإيه؟ معقولة أنت تعمل كده يا سعد؟ شوف بنتك عملت إيه الأول وبعدها بقى تعالى حاسبني. إيه ده؟ أنت لابس باروكة ولا أنا بيتهيألي؟ سيبك سيبك من حكاية الباروكة دي. خلينا في المهم. ترميها في الشارع بالشكل ده؟ هي دي الأمانة اللي أمنتك عليها؟ أنا كمان لما عرفت اللي هي بتعمله كنت زي المجنون، ما بقتش عارف انا بعمل ايه. ولو دي برضه مراتك وام عيالك في المستقبل يعني. عيالي ايه؟ عيالي ايه اذا كانت هي مش عايزه تخلف مني اصلا؟ اصل انت فاهم غلط، اصلها عندها عقده. عقده؟ ايوه. عقده ايه؟ عقده من الحمل والولاده. اصل بنت عمتها الله يرحمها كانت حامل وماتت وهي بتولد، ومن ساعتها جت لها الازمه. ايوه بس هي ما قالتليش على الموضوع ده قبل كده. ده هي نفسها ما بتعرفش لانها عقده. ايوه ازاي يعني؟ مش فاهم. اصل لو عرفت عقدتها يبقى عقدتها اتحلت. طب والعقده دي بقى تتحل ازاي؟ بالحنيه والمسايسه. وانا هقول لك يا عريس. عريس ايه ده؟ انت بنتك عجزتني من قبل الاوان. فاشر، ده انت عم الشباب كله. بس انت عارف الجواز بيحصل فيه مشاكل ويتحل بينكم من بعض. طب افرض بقى كل واحد فينا ركب دماغه، هنعمل ايه ساعتها؟ ساعتها ليها اهل يترد عليهم. اصلك انت ما تعرفنيش وانا صحيح بحبوح، انما وقت الجد كرباك. انت ما تعرفش انا عملت فيها ايه ساعه ما عرفت. عملت ايه يا كرباك؟ زعقت لها وشخطت فيها وقلت لها كلام جامد قوي لحد ما هي اعترفت بغلطتها. رشا اعترفت بغلطتها؟ يعني ما قعدتش تجادل معاك زي عادتها؟ تجادل مين يا عم؟ انت اصلك ما تعرفنيش، انا لما بتعصب ببقى وحش كسر. طب قولي المهم وصلت معاها لايه؟ ولا حاجه. امال ايه كرباج ووحش كاسر؟
ده انا خفت منك. افهمني بس، انا اديتها حقنه مخدره لحد انت ما تيجي وتكمل العمليه. عمليه ايه؟ عمليه ان انت تقنعها بانها تحمل منك. وانا لسه هقنعها؟ المفروض تبقى دي رغبتها ودليل على حبها ليا. مش قلت لك ان عندها عقده؟ طب انت عايز نعمل ايه؟ ايوه يا سيدي، تيجي الليله دي عندي تشرب الشاي معايا وتصالحها. هي بس رشعه عنيده مش هتصفى بسهوله. يا سيدي جرب، انت خسران حاجه بس يبقى عملت اللي عليك. ماشي، انا هاجي بس عشان اصفي ضميري قدام ربنا، لكن بصراحه انا قلقان. سيبها على الله وعليا. اللي تخاف منه ما يجيش احسن منه. يا ترى بقى الهانم موجوده ولا بره ومقعدني على الفاضي؟ جاي حالا يا اخويا ما تقلقش. انا عايزك بس تهدى كده وتمسك اعصابك وتراعي عقدتها. يا دي النيله على العقده اللي عقدتني في عيشتي دي. هي عقده ايه دي يا اخويا؟ بعدين يا تفيده بعدين، روحي اعملي كوبايه نعناع لسعد علشان يهدي اعصابه. يلا. حاضر يا اخويا، من عيني عن اذنكم. منور يا سعد. انت ايه اللي جابك؟ رشا، سعد عرف غلطته وجاي يصالحك. اطلع بره. عيب يا رشا، ده بقى انا كان في بيتك. ما انا كنت في بيته، كان عمل لي ايه؟ رشا طردني زي الكلبه وما هنش عليه حتى يبص عليا من ورا الشباك. ده طلع غدار وملوش امان. رشا انت اللي وصلتيني لكده. انت بتتكلم ليه دلوقتي؟ انا مش طردتك، انت ما عندكش دم. اطلع بره يا بني ادم. عاجبك كده يا عمي؟ عيب عيب يا رشا، تطردي من بيتك. زعلت قوي اني طردتك؟ امال انا اعمل ايه اللي اتلطمت في الشارع لحد ما عرفت اوصل لاهلي؟ خلاص بقى يا رشا يا بنتي، ايه الجواز يا ما بيحصل فيه مشاكل؟ قولي لها يا طنط، وبعدين هي اللي ابتدت لما بقت تاخد الحبوب من ورايا. عايزني اخلف منك علشان لما تطلع عن شعورك تطردنا انا وابنك في الشارع؟ انا لا يمكن اعمل كده طبعا. عشان انت عملت كده فعلا. انت اللي خرجتيني عن شعوري. وانا اضمن منين ان انت ما تخرجش عن شعورك تاني. بقول لك ايه يا رشا، جوزك عنده حق، من حقه انه يخلف يا بنتي. وبصراحه بقى لو انت خايفه من الحمل والولاده كان لازم تصحيه وتقولي له قبل ما تاخدي حبوب منع الحمل. والله عندك حق يا عمي، انا كل اللي مضايقني انها عملت كده من ورايا، لكن لو كانت قالت لي انا كان ممكن اقدر ظروفها. اديك دلوقتي عرفت كل حاجه، يلا بقى على فيلتكو وانتوا متفقين. متفقين على ايه ان شاء الله؟ على انك تحملي وتجيبي لنا بيبي. ده لا يمكن يحصل ابدا. وده بقى لا يمكن يحصل بسبب خوفك من الحمل والولاده ولا بسبب خوفك مني؟ الاول كان بسبب خوفي من الحمل، لكن دلوقتي بسبب خوفي منك عشان طلعت غدار وملكش امان. ربنا يسامحك يا شيخه، ده ربنا وحده اللي يعلم انا بحبك قد ايه. خلاص يا رشا بقى، الراجل جاي يصالحك سامحيه، والمسامح كريم. والله انا ممكن اسامحه بس بشرط. ايه هو؟ يكتب لي الفيلا بتاعته باسمي. ايه؟ اكتب لك الفيلا باسمك؟ عشان لو خرجت عن شعورك ما تعرفش تطردني انا وابني في الشارع. يعني هتحملي وتجيبي لنا بيبي؟ والله لو حقق لي شرطي هحمل. ايه؟ قلت ايه يا سعد؟ بس ده كتير قوي. معقولة يا سعد تستكتر على ابنك حبيبك ده ناق؟ حتة فيلا ما راحت ولا جت؟ لا طبعا، بس أنا بص، أنا ممكن أكتب لك شقتنا القديمة باسمك عشان لو خرجت عن شعوري لا قدر الله تروحي تقعدي فيها. الفيلا يعني الفيلا، عشان لو خرجت عن شعورك لا قدر الله تلم شنطك وتطلع بره فيلتي.